الاهلي في كل مكان، الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. بنبارك لك طبعا كابتن حسام ادائنا ونتيجه، ومبروك طبعا المباراه، خطوه ضمن المباريات القادمه ان شاء الله 14 اسبوع 13 اسبوع لسه الدوري طويل. كابتن حسام، تقييمك النهارده للمباراه للاداء وظروف المباراه النهارده كانت ماشيه ازاي؟ طبعا في البدايه بحيي الكابتن عبد الحميد، كابتن شريف، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل، بحييكم طبعا، تحياتي ليكم. اكيد الحمد لله بحمد ربنا، فوز مهم جدا النهارده. ودايما انا بقول يعني الثوابت بالنسبه لنا طبعا موجوده، وهي اهميه الفوز والحصول على الثلاث نقاط. هي دي الثوابت اللي بتبقى موجوده في كل مباراه، ما بتتغيرش، لكن تبقى في ظروف محيطه بكل مباراه. مباراه اليوم طبعا يمكن عودتنا من السعوديه امس وارتباطنا بالمباراه الوديه، وطبعا كان فكري والتحضير برضه مباراه الاتحاد، وعشان كده يعني كان في بعض اللاعبين الموجودين هنا، وكان في لعيبه موجوده معانا في السعوديه. ادينا الهدفين، ان احنا نكرم طبعا كابتن فؤاد انور والدعوه اللي اتوجهت لنا من سياده الوزير طبعا تركي آل الشيخ، كانت مهمه جدا ونشكره عليها. فكل الاهداف اتحققت، فكان هدف النهارده مهم جدا، لان ظروف النهارده مباراه ثلاث نقاط مهمين جدا. بتيجي مباراه بعد فوزنا على الاسماعيلي، اقرب المنافسين لينا، فالثلاث نقاط النهارده كانوا مهمين للتاكيد والاستمرار في هدفنا في الظروف اللي احنا فيها. انا بقول يعني ظروف ان السفر وعوده ومجموعه موجوده هنا، فكمدرب طبعا محضر كل الكلام دوت ومفكر في المباراه اللي هناك والمباراه هنا. فاكيد لما بيتم على خير الهدفين بيتموا على خير طبعا، وبتاخد الايجابيات كلها، تبقى سعيد كمدرب. وفي نفس الوقت لازم اوجه الشكر للعيبه، لان اللعيبه هي اللي في الاول وفي الاخر هي اللي بتطلع كل اللي انا بقول عليه ده. احنا بننظم وبنجهز وبنمرن طبعا، وبنجهز اللاعب من كل العوامل، سواء عوامل فنيه او ذهنيه، لكن هم في الاخر هم اللي بيأدوا. فبشكرهم على ادائهم، بشكرهم على الفوز النهارده والاداء. يعني كابتن حسام، بتتفق مع الناس اللي بتقول حسم الدوري ولسه في 13 و14 اسبوع؟ يمكن الناس بتتكلم في امور بعيدا عن الموضوع، خالص بعيد عني، خالص بعيد عن اللعيبه طبعا، وبعيد عن فكرنا في النادي الاهلي. لسه طبعا متبقي 13 مباراه، المشوار لسه طويل، لكن كل ثلاث نقاط ان شاء الله بيقربونا لهدفنا باذن الله. الجاليه المصريه الكبيره والاستقبال الكبير كابتن حسام في المملكه العربيه السعوديه، يمكن حاجه كانت رائعه جدا، وحاجه يمكن خدت لفه كامله في المباراه، وحب كبير جدا. كابتن حسام، حابب تقولي لكل الجاليه المصريه في السعوديه؟ والله طبعا انا سعيد بالمباراه جدا، وسعيد بالجمهور اللي انا شفته، وسعيد بالجمهور، سواء الجمهور المصري اللي كان بيمثل تقريبا 80% او اكتر شويه، والجماهير السعوديه اللي كانت موجوده. لكن بالفعل يمكن انت بتقول بمجرد ما نزلت الملعب وتشجيع الجماهير بالشكل اللي انا شفته، انا مفتقده طبعا ان انا اشوف الجماهير بالكم ده. الاستاد كان مليان، وتشجيع الجماهير ليا فعلا كنت سعيد وانا بلف الاستاد، كنت سعيد كل ما بعمل خطوه طبعا وبشوف تشجيع الجماهير وانفعالاتها معايا وانفعال انا كمان معاهم، كنت سعيد بيه جدا يعني. الله يخليك، شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن حسام البدر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. نتيجه مهمه واداء مميز للنادي الاهلي، 13 مباراه ومباراه مؤجله كمان مع نادي المقاولون العرب. بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يحصد جميع نقاط مباريات الدوري العام كعاده النادي الاهلي، ويتوج لبطوله لقب الدوري العام. النادي الاهلي عنده مباراه قادمه ان شاء الله بالنسبه للمقاولون العرب، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. وبكده يمكن كابتن ميدو تكون انتهت كواليسنا ولقاءاتنا هنا من استاد برج العرب، على امل ان شاء الله الفتره القادمه والمباريات القادمه يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. اعود اليك يا كابتن ميدو في الاستوديو التحليلي.